أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله وحنكوش وقود الجرني سلسلة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبك يعني محمد سيرة دي سلسلة دي وحنو شل كسو فاهنون كسو هذلني نبينا عليه الصلاة والسلام أذي الرديسي أيوه أيدوين كيسي حنو سو شاكنا نبي أذي الرديسو أبيه مركي لغو در أوغي سينو دالي طبان ويل أما نبي أيدوين كيسي إني أهايم بينو سو شاكنا لح صفية وأم حكيم يا عاتكة يا أميمة يا أروى يا برة واتعيد وحنا هروسو شارني نبي أوغي سي عبد المطلب مركو باء زمزم عيل كيدي قدها يي إنو قرب لآن درامي قريشنا يسكو ديين إن أي هور استاغان إنو عيل كاسي قدو مانيكا واح قرب كي ستاغنا وحوها هل ويل أو دلو عروت كي سولي رادة الحارث وحنو سيدو كلا إشارنا إنو نذري وكو نذري هدو إلهي كو إرزاق وتبون ويل إنو ميد كميدا قوري عدونو ويلشي سي ويل كي يقدم بي مركي لدلي على خلاف إنه سيدنا حمزة ابن عبد المطلب وليش يسوير يهي إنه عباس وعبد الله بن عباس أبيسا وليش يسوير يهي يو عبد الله ونبي أبيسا وليش يسميتك أوير إنه يهي على اختلاف سد حذاق والمركي اللي سبربر بيغو متكي قدام بي مركي لدلي أيو ماركي ساوحوير النذر النذر نذر كي أنهوري أقول نذري وإن أوفياه وإن النذر في كسبها وليش يسعي أسوه يا ري وحنا كعد سدي أو كدل بي إن يقع ويان إنه جورعه مت كم دايك وحنا كدل بدأ إن أطيعان ويسن كو خلافين لكن وحال يري أبو طبعا كان الديار بنقول له إن أن إله وكور ومت كم دا نجا جورعه ولكن كابو نقولنا هي مت كات جورعش وحمر كيد اللي هو شيء إن كرتور وحلي يراد أما قرعة وحلي يراد إلا الصبيون حبلقن كودو حوها وحلي يراد ويل أما قدح بيسوق لن جرين كدب أسهام أي ساوق لن جرين وحلقو قرو جري سهمي غاس السقع قف كما جعيس سيو وصوا بحقف كي كرتور كأما قرعة اللي هو ماركيسا الحمد لله فلله أما هدي دون هيان إني أمر الصوبيات وحفو قرو جرين سدح سهمي إنت سوق بتاعنا أي أيوة وحكو قرجيران افعل ولا تفعل أعد القرعة صوبي وحي أدربت إنا صوبي صو هصوبين إن وحي أدربت إنا صوبي صو أما كو علي مرسد هذا إله وكو رسات وهي شقوان وحي أدخل دقاق الهيدا واتاي قد حيجيب أمرك الله سواق بتاي نكي عراف كوذان وأويرين كعبادة قده هذا نوالا قلي سنم كي هو بالأهانة أكي سال إستاغي تبان كويل بها مركة تبان سهمي أما تبان اللي بلو سوبي سوو صوب حميد كي لقوري علها عبد المطلب مركي هوش هالوو قد جيري وحو آدي آد وعلو علين هاي إلهي وهدو سنقون مركة ماركي ساقور وعكسو هقاقي دون عبد الله وفي عنه أنا بخير بحاية لقلبي سوحو جعلان جيري نبي أبي سو عبد الله وحو مركة جيري جيري لا ينصرف عن عبد الله فأنا بخير هدي قرعادا لقصر في عبد الله أو ويليش كلا صوبحان حارث حمزة عباس ضرار هاد بكو نقون هايو فأنا بخير قد حجيبها لقوع العليي وحابكو صوبح سيدو قلبي يسيكو فكرها يا عبد الله أو نبي أبيسا صلى الله عليه وسلم أرنت هايدا مركا إنو نذر كي أوفيو وكنا قاق وحي كميد أهد وحيالها مكارم الأخلاق دا كميد أهد قفك هدون نذر إنو نذر كي سأوفيو وحيالها تسينها إنو سيد يهي وأنقول كي سيقول عن أهين وتاجنين بلن كيس يقول كيس وكو سغن يكون تاغن هي وحيالها تسين هي كميد هيدو سيدي بو ماركاي ساويل كي اسغ عبد الله يا كعبده ولا سو قابلي سو غورو قريش با ماركاي هو استاغتو وحي تري سوره قال ما هينا دويل كي نغا غوراد ما هي لا ويل رير قريش كا قروح بدن اما كدبعي وناكسن كوما جيري يدادين غار اهان وحا ارنتا اس هور استاغاي ابتياشي سوره بني مخزوم اها هويدي سوره بني مخزوم باه ارتياشي سي الحمد لله بالريال كي سي هويدي سي غير ارتياشي سي بقى انحين عبد المطلب او سورة قال ما هو ويل كان الا جور عوي حسين عبد المطلب هو اي نذر كي سي يعني انا كل نذري وحاول شهر انه لي ما دام اما قلت كان عرافه او ماشي حجاج لي هذا كل سجن
نكاسا أتجينا وأنا لا شوريد نبيله نكي عرف كأهاب على سؤال الله الماضي أرنتي بالله تفسيري وإنه ندري ندر كان إنه فلي أيك جو أنت عيوي مركز يقولي كم الدية تفيكم نكي عرف كأو حوري الدية وإنك دحدينا ما قوي مركز يرى أنا عشرة من الإبل طبعا نفوا جيلة بعد دي النوع نين قريش هدي اللي دلو وحامك أهل لو جب حين جلو واجه طبعا نفوا جيلة نكي عرف كأمركو حوري وحاسو بسا طبعا نفوا جيلة مال سار أو مال دي نكي عبد الله أهان سيدو كلام مال استاج وحان أصو بنينا قرعو كلما قرعاتو إكوسو بحضو نيف كه جيلة جيلي بان كفرننا أنكو قورعنا ويل كان أساس وكوبت بعد عنا سوء إلهي سبحانه وتعالى أقران للنوم عجيب حتى يرضى رب الآلهة إلهي هذا ربي بوضع سوء أقران للنوم ويل كساسا كفرننا ندر كه جانا سيدا سامع أركيس الحمد لله وكاقفر محياو طبعا نيفو جيلة على سوء قبتي قد حقي يو لأسهانتي يو ندر كي قرعاتي بلقو عليي وحيكو صوب بحدي عبد الله كلما مركو وقد حقو أمليب وكو صوب عبد الله ونبي أبيسا طبعا نفو جيلا يا قدر سمي سوي عدد طبعا جيرو مركة حريرة أيو مرو الب ماركي سها سهمي وكو صوب بحدي عبد الله إلا قورعو وعبد المطلب من أولي طبعا نفان قدري طبعا نفان قدري إلا نففكي بقول إيس لقاراوي وحور والله حوله هدي وحول كو رمضان ريب بني هاشم ريب بني عبد مناف حوله حتى كو رمضان كزو لما يويل كان عبد الله إنا بدبادن هايون حوله إيجيل كفرا هايون بقول مركو إستاقي إيلي أيو قدحي أما سهمي وحوكو صباحي بقول كان نيفو جيلا إلا قور عو عبد المطالب وحول سدح جيرو كالهلو عليو سان أقرتو إن ندر كي يليغا دافي او الهي در ربي غودن اورال لنوضي وقت جاهلي با لو سغي هي سدح جير كلا قد خي لو عليه سدح جير بو خي كوسو بخاهايين بقول كن نيفو جيلا انو غورو او عبد الله ونبي ابي سنه او سدا او بدباداوي وات هيد بقول كن نيفو جيلا هي غوراي وحنا لو قيبي با ليلي وخي حيوانات اها او ما اركيسا مغارده مكه كوسغنا اني عنان غير ريب بني هاشم ريب بني هاشم ايكو مرنبه او دوان وايان مرنا وان أمر دوان هيا واتهدى. سيدا شمرك النبي أبيس سلوات وربي وسلام عليه كوبت بادي إن جورع وأجد عوي ندر كنا عبد المطلب سيدا سيو أيو ما أركي سأل الحمد لله أجد عوي نبي أبيس عبد الله مركو شري لباتن سنة جاري ولا ليروق روح بدم بوها واتهدى وآدي آد أوكا كان أبيس عبد المطلب وخد معيون أجوريو بحوجوري بالي هذا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف من زهرة من كلاب من مرة ما لنت أيضا وحالي لوحيه أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا هويني قريش كجرته أو نسب أهان يقروح أهان إلهي وكوري كسدتي كمجر بالي رادوي من نسبا من جهة الأب وموضعا من جهة الأم نسب كمركي الربوانا جيس إلا في اليوم وإن دنع آبها إدنع هو يدب اللقى في اليوم دنع آبها واللقى في رين هيا أبتركن يوجل هيا بالديه هو يدنا ولا غفيرن هيايو شرف كيدي حشود كيدي إيه المدلس تيدي إيه من أضيع ديدي أيا لو حير هياوي سيدي ودودة ولودة كتيبة هو يدنا مرول بالله فيرن هياوي واتين برك هدي قبرات قرسين يسينا هو يدنا دسك في رسوا في عنتها مد مطلقا يا وني ما كوكو كهر كو أذك لأن النبي وحول الودودة الولود مد منك جعل المدلس تبدا سيل وقرر هيابا لي هو يدنا الله فيرن هيابا لي هو يدنا منك كسوي قرسين ما وده جوعان بس أفرنين شنن بيسو مرت وحي على موتة تنن إن سلا سوك الكوبر دونتو هو إذا دم علم بدن بيت شيء ويل البدن بيت شيء إذا روحي على موتة تنا تقوسين إيش إنه وده دام كل مرة دونتو وهات هيدو هو إن داس أو مرك نسب أهان يا موضع أهان بأوقي من بدن أيو عبد المطلب ويل كيس عبد الله أجوري ويل أبه دنا وحالي لمرك هو ها سيد بني زهرة قبيلة داس أم جلب كأي هو إذا كذا لتي سيدة تنا آمنة كذا لتي أيو سيد وأهاوي مكة أي مركز سيدنا ما أركيس محمد أبيس عبد الله يهودي سي كو أقل قليل وي واتهد ابن إسحاق وحلية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه نبي قينا صلوات ربي وسلامه عليه وحكاد شيء قوم نسب أهان كو أبو ناكسنة ومركز سادات قريش وهو مكة وضيال كأ هو يا أهاننا قبيلة قبيلة وفي عنه آبه وسيدي هاي أيو نبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه كوضع الشوي واتيد وفاة عبد الله بن عبد المطلب وحيد هان سيدنا محمد أبيس عبد الله مركو هو يديس آمين القرسدي وحي أولجو وحير بآهير سلمتي بسفر جناعسي
مجرنسها أيو 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 أبحي أو شام يروك هسيت إلى آدحي سفر كي مركي جارين أو جناسي شام كسر دمادين أو كسر نقدين مدينة اللي مر بالمدينة اللي سي مرهي لسونا مرهي مركي الأربعين شام حق جناسي لو آدو أيو عبد الله بن عبد المطلب ونبي أبي سا وحكوحا وسيد مغالدي مدينة وحمرك السفر كي ولسع الأشياء إنه كدب مرهي بحول أنو إذا سفر مايو وحنوسنا هي مغالدي مدينة جوغا هي مدينة مركيا جوغو ريال تياشي سارو جوغا ريال بني عبد النجارة قريها سمع أركي ساكو دقي هل بل أيو كو حرم سنة رجي أسجل السعودية نواكتا جي مركو مقالة ما كي إقارين عبد المطلب وأبي ساوا ورس ويلكي عبد الله آو بكويري وحيدة ويلكي واو حرم صدي سكو دينا إنا يرسقنو لكن سوقي ويني سدا درت واك سو تغني مدينة على سو تغني دين سلامركي أرنت عبد المطلب تلابو كقاضي عرضي سحارث أهاب ودري وحكوري ويلك أسجع بالكور هاي أهل سيرك وحنات المامن حارث مجار المجال دي مدينة هاي إلا وحقوت جي نك عبد الله أو نبي أبيسها أو دنتي أو للدوغي وي واتيده رأب تياشي سنة الدوغي وي واتيده دار النابغة يا لغو الدوغي نين ماركي ساري بني عبد النجارة قرقيسي يا لغو الدوغي وي أرنت أيضا حارث أدي أمور جيسي دبو مكة وصور نغضي أسوى عبد المطلب وأبيسها وربها هيو إن ويلك عبد الله يوري مقالة المدينة هي اللي لقود جوجوي أرنت هذا وحي آدي آد أمر دي سبالي رادا عبد المطلب ونبي قوقي ساها آدي آد بن مروك تاس أهل السير قلت المعمان إنا أغم مقتوي لأن وويلك أكفرتي بقول نافو جيلة مع المكوه وويلك ويليش سأوجع لها طبنك ويلو وجع لها ماركي ساكما سوريين دور بلور وأوجيلي ودول واتهيدي أهل السير مركو حيت المعمان نبي أبيس مركو جيريون هاي صلوات ربي وسلامه عليه إنه علاش هو يدي سكوت جري لباب بلاد إنه أها حتى ما أجين بالي هذا عبد المطلب يا ذي الرديسي إني آمنة بنت وهب أورت هاي أو نبي عليه الصلاة والسلام علاش علاش هذا لقصده حتى ميسن أجين واتهيدي سيدا سأنا راجح إنه نبي جن صلوات ربي وسلامه عليه أبيس جيريوني أسرع علاش هو جروي واتهيدي ساسة مشهورة رواية كلا تلمام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مركل عليه كتب آبها جورس ده لكن ولا جحوا بدنيا آية القرآن كه إن سداسة تلمام يسأل واتهيدي سد أصح مركل وحاوي إنه النبي عليه الصلاة والسلام عليه على وش هو يدي سكجري ولي بدور بلاد أما الله بلاد أسرع مركل أبيس عبد الله جيريون هيوي لأن آية وحيد ألم يجدك يتيما فآوى واتهيدي أذقوا يتيما سكموسا هيلين إله سبحانه وتعالى دينكم مد من مرك يتيمنا وحالما أحالو دلاقا قفك أبا لا أعتاوي مرك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرك ولا لنا هيبا أبيس ووحي جابتاوي واتري عبد الله أو نبي أبيس وحالة الماما إنو أهاشر إلا باتن سنجير مرك جير يون حيوي سيدا سأثبت أه نبي جينا مفرد أحلي مرك عبد الله وحوكا تجيبها لإرادة شنفو جيلة إحيك يرو أريا يوه قبرها ويني أهو حبشياء أو جارياء ما قاعد الله إيه جري بركة ملك الدنبان اللي يري أم أيمن أم أيمن الحبشية وحلو إضلاقة إنا إهد حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنا إهد بدي سوبر بارسي أو محاضنة كسوب سي أو مركز صوت تربية سوي هوري وإسلامتي حبشة رول كي أها إكسو جيد دبي أها جرتين ملك إسلامي مدو دادك إسلامي الضهب إضهاد فربدا لغسو بيوي ملك الدنبان مدينة سيدوك الأهاجر توي نبي هنا قولي صلوات ربي وسلامه عليه زيد بن حارثة أي نبي وقدري ويل بي أرش لي راد أسامة رضي الله عنهما أسامة وحالي رنين مذوقه آيو الحمد لله هو يديس أم أيمن أي مذوقه ككينا بعلا به جروي نبي هنا واوجع على واد أكته أسيقنا واوجع على آبيس راوجع على لدرجة أسامة هدئي ربان صحابة إن النبي وحكا لا دعيان إن إدهان أسامة لومر النبي هاو شيك صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا عثمان بن عفان خلافة دي سيبا سيدتنا ماركيسا أم أيمن لأوب سدوي آد بو عمري سي عمري قيدة آد يآد بو ليراو واتهدي واتهدي نبي عليه الصلاة والسلام وأحري نبي وأحري مارك دحالك النبي عليه الصلاة والسلام أبي سوكر دحلي واشن نفو قيلة يحجر أريا يهويني داس جارية دا وأم أيمن ليرادون تاريخ دي وحكي إشهر نوي من المولد الشريف إلى نزول الوحي نبينا الصلوات ربي وسلامه عليه مال اثنين وربيع الأول لبيه طبعا أيته وسنة عام الفيل أويه يا نبينا الصلوات ربي وسلامه عليه أود شيء في شعب بني هاشم ريب بني هاشم قل إليهم بنقود شيء بمكة المكرمة
سداسا مجهور مشهور سداسا الجمهور تؤبدين هوي وادع كرتا معلمه إن معلمك بعض أهل السيرة المامان لكن سيدا مشهور كا عند الجمهور مشهور كا إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تبنك ربيع الأول إنه ده شيء سنة كنا عامل في الأولى ويرك مركة كعبد اللي وصوا قاضي إذا رشد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحنشل صوت المامنين اللي ودي حسي كنتن هبين أما الشم إيو كنتن هبين وي واتهدي نبينا عليه الصلاة والسلام مر لسؤاله لي لي واتهدي يوم الاثنين بان نبي الله صونتا يمحاد أصونتا نبي وحيلي فيه ولدت وفيه أنزل علي ما ننكاسا لي دلي ما ننكاسا وحيي لي وصو دجيوي واتهدي إمام أحمد أسان وحصوص على في مسنده والترمذي سنة صحيح وحسن لقورنا خيس قيس إنه مخرمة إنه يري ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل واتهدي واتهدي سنة كاس أيو النبي جنة صلوات ربي وسلامه عليه هو ده شوي وحاجرة علامات ظاهرين النبي عليه الصلاة والسلام ده لشري سأكتيس علامات كاس قار كميدها دا إشارنا وحاكميدها إنه صوت ظاهر النور هو يدي حاجة كسو ظاهري صلى الله عليه وسلم نور كسو ما أركي سأفتيمي قصور الشر وحسن هاي إرهاصات هي مقدمة إن حقي وحي ما تقدم بي صوت ظاهري بعض الكين وركيسي وأودا بعده الإمام أحمد في مسنده وحسين كورن هيا إنه النبي عليه الصلاة والسلام يري وحس صحابي وكورن هيا العباد بن سارية إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين إلهي أكتسا وحنك قرنا إن أهل النبي ذا متك أودا بي خاتم كودا واتهدي واتهدي مرء النبي عليه الصلاة والسلام السفينة هي أم إشارة هي وحكسه كوبا إنه هي دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرة وبصرة من أرض الشام أنه السيدة روحانا هيبو يلي دعوة أبي إبراهيم نبي الله إبراهيم دعا بيسي نبي الله عيسى بشارة ديسي لأن لابد من نبي الله عيسى نبي الله موسى أنت بواكو بشارين كتب تودي وي هو يدينا سيدة وكلا وحي أرتبه لي مركة إيحن بارسانات إنه كسب بحي النور افتيمي مقالة اللي إرادة بصرة بصرة أنا وحي كمتها هي أرض الشام بيكت متاوي واتين الحافظ ابن كثير وحوليه تخصصك شام لخصصي النبي عليه الصلاة والسلام نورك هو يدي سكبح حلقات وافتيمي وحي إشارة أوتاي إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام دين كيس إنه سقنان دونه أخيرا نكون سقنان دونه استقرار كوهل دونه لما يسرا دول كاس الشام فلسطين شام هداد مقشو حال سبيرا هذا فلسطين يو أردن يو سوريا قبي أهان تيدبا دول كاس وقنا الشام بال سوريا جيرا هدا استعمار كيبا كالكو قويو دولة دكا كرد إغاي ما دحنا أويا ليالي وإلا الشام وحال سوريا جيرا دول كاس وي وات هيدي سيدا الدرت هيدي وحي أهل السير كو إشارة شام آخر الزمان كو إنا نقون دونتو معقل ماشي الدين في الله سبحانه وتعالى كوسو هيران دونو ماشي حسون النبي الله عيسى اتي الى ابن مريم عليه السلام كوسو دغي دوناو واتي سو دغيتان كان النبي الله عيسى وحو اهان دونا دمشق مناره شرقيه اللي رادو ادي ادي ادو عدو صدرت الحديث في صحيحين كها مركي لا تلمام هي عمل فسرها هي او شرح تلمام هي ورسول صلاه والد قلبه قلبه ان ايد رتي وجي داو النبي وحير عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك طائفة طائفة بنبي المامي الذي يوقع الكود بموته وحير ربان مركي حقا إن أيكو عديان أي ربان هل كاسا اللوبة ذي يكو راهيا مقرنا سواسوس قلبي يسر موت نبي نوح المامة إن أيتي طائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كزول ما ينكوح يعني طائفة مع قوت المامنا حتى معها ما أركيسا وأمد إذا كميرة إلى يهين كوا كتاجن وموجن هيو الحمد لله كوا صبر سن حق أن الدبين ينقف كي إيك ما أركي سهو جيوي حتى يأتي أمر الله إلى إله سبحانه وتعالى أمر كي سي وكإما ذوي واتهري سديد بليون بما تأدوك لغة الماما إن ذلك كونك جوغ أيهين مسلمين توحى لغة الماما إنا يهين 1.7 أما 1.5 بليون مركي لسودر در 1.5 أما 1.7 كاسيتا مقع إسلامي وذليه وأكته انت طائفي ككوبي واوقته انت سامرك لا سي قال هيا لا سي قال هيا لا سي قال هيا نبي وحكوت الماما ان هي طائفه الى اخر الزمن كلا قاروي الى سبحانه وتعالى طائفه ده سبحانه وتعالى روايه كلو الامام البخاري وصوصه روح له معاد وهم بالشام طائفه ده سبحانه كسغيه شام
وقولكاس ماركيسا الحمد لله أنت المامدوي. الإمام البخاري طائفة مركو المامة وحوليهم أهل العلم طائفة وأهل العلم يقول جاهل بيف بملح جاهل أسه حظ بملح جاهل يسوء متخبط كل جرامه يعني. الإمام أحمد وحوليه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم هديس طائفة أهل الحديث أهين إدى النقم بقرم ماي. الإمام النووي بقى لكن أنت وحشر حيث وفعنا وفير سسود وحي لك وحوي لي طائفة وحاسورة قلقة إنا تهي طائفة قيبسا أو مفرقة من أنواع المؤمنين وحكمي ذا بولي طائفة كوجي سيالة أو دقع لما وحكمي ذا كوفقها أو دينك إله الويدية وحكمي ذا كومحدثين أحديثك هذا الكسوبانا وكوها اللي صلى الله عليه وسلم أتاقل وحكمي ذا بولي كوزو هذا وأدونك كزاهيري طائف انت وحكمي ذا بوليك وآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحسدوك للطائفة كمي ذا بوليه كوا ماركيسا مجتمعين خير كوكو لنسان يعني وحولي أسيقوا طائفة وحام لقى مرمانا إن النقضان جميع الأنواع من المؤمنين إلا قوضها له لأن جيسيال إلا هلو الدينك إلهي دفاع وضروري فقه الدينك إلهي كفض وطا إلا هلو ضروري كوا معروف كأمر منكر كرابة إلا هلو ضروري كوزو هذا ونتسي الدين كان يدوينا من دبور دي محبين سنهين ودين دويدا كزاهيلي زهاد معنى الكلمة إلا هلا وضروري وصوفيان رسمي أه ما قرنا إيسا مركا وحلقة مرمان أبو لي داد يوغان أين كنت المامي النبي وكنت المامي الطائفة إني أهذا كوكا كوبا جميع الأنواع ومجتمع قيليسي كالدولة سيدا سانا مشهور سيدا سانا حيوك بدن سي أن لو خصيصين طائفة دو. ما دهما النبي عليه الصلاة والسلام أوشيغ إني طائفة داس طائفة كلية اي حقا كتاغا اينا بتبادي دونتون ظهور النجم ابن اسحاق في السيرة وحكوه رنها سند حسنة وصحابي حسان بن ثابت لقوه رنها يؤينو يري والله اني لغلام يفع ابن سبع او ثمان اعقل كل ما سمعت اذ سمعت يهوديا يصرخ باعلى صوته على اطم بيثرب يا معشر يهود حتى اذا اجتمعوا اليه قالوا له ويلك مالك قال طلع الليلة نجم احمد الذي ولد به نبي عليه الصلاة والسلام مركي وظاهر علامات كي مركي ورشة علامات كي ظاهرة آدي 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 بأوبنائن وحكمت أها نجمي إنه هبينك صباحي ماركي سان نجمي أنا وحلوش هاي كتبتي هوري يهود وركو النبي ويها يين صلوات ربي وسلامه عليه وحي أقرنا هي النبي على مدي سيسو ظاهر سي ويل إيجا كميدا أقرنا هيا آدي آدي النبي وركي سو هاي هبينك مركنين الحمد لله وضي أها وإله وكورو هي يهود أها بعد واقعي مركو حدي أركي عدين هي حدي قال مركو صو ظاهر إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه دش يهودي مدينة يكل مي يا معشر يهود عاوا بحر ظاهر يقول حدي جي كتبت عن نطق أنكو أركن أي عدين هي النبي قال شريس صلى الله عليه وسلم وعليه مركز وحول يا معشر يهود وحاسو بسان نبي قال سجع تاجرة نبي قال سجع لجرة نبي قال سجع حوجية مركي هو النبي وركي سواء هيين لكن واحد كسر في إني ظاهران والنبي قال قرر كيسيس تهجان توفيق إلهي كسوكو وأم حاسين دماء إسكا أهدوي واتهدي نكا سيغ يهود كاو حكودة واقع هي إنو اللي هي عاوة وحا ظاهري نجم أحمد الذي ولد به واتهدي سيدا سوك لي نبي قال صلاة ربي وسلامه عليه وحلقور يهودي سآمن بنت وهب إني تري ثم وضعته فما وقع كما يقع السبيان نبي مركو دش وحا المها كدع كما دعين وقع واضعا يده بالارض رافعا راسه الى السماء نبي عليه الصلاه والسلام لو ديس قعمون ركي يالين ماذا في سنه كر اي اوتاغ هي اسغو حقا اشاره يوي واتهل علامات مركو حاجري نبي عليه الصلاه والسلام مركو دش ادي ادي اد ظاهري ادي ادي اد تر بدن كل وحي تسهل ان ايته مقدمه يا ارهاصات النبي صلوات ربي وسلامه عليه ويهمتك حق سواء جري باطل دمبنا وركيسي واتهده وصوا أبجر ما يأو دم هذا ويو واتهده سدوا كل أشعار فرب دم باجنتا نبي عليه الصلاة والسلام لو أماني دل شريسي إن شاء الله تعالى هالكاس بينو درس يسي أما درس كان السيرة ده هتكس يودي دونا ما لين بحوجها سعند دونا وحن إن شاء الله تعالى دمانتنا يقبل الله إن بارك الله فيكم إن ماركيسا أي رسالة أما فرين نوربت إن رسالة أما فرين نوربتو أو النبي هذا قف مسلم كوا هذا ميت كنا المبادئ يقيم قف كنا مبادئ يقيم أصلا بما يلان كرو إلى أن تاريخ دي سيسير دي سيوحي دين كي سكو تعلق ورد ما يسر أولي إن شاء الله تعالى سي قرآن كينا أنا ذي كي مشغولين سيرة دي ورد كي ذانا أهلو يا سكو قربو دينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لما أنتين
أو متكلم بجهر الله نو أنفع سيرد الله نو أنفع نبي عليه الصلاة والسلام حتى وتجنانا وما أنت بوسك هذا جوجا وتجن الله نجي له دينك إله وخدمين تيسا يونيلين تيسا كشقين تيسا وفكر تيسا دافق يش الله نجي له لأن شرف ودن يعز ودن إكرام ودن وحقوق جرا يقف مرك دينك إله علاقة لا يش نبي عليه الصلاة والسلام مركو سو لا شيء إلى ورسالة ما أركيسا كسو ظاهرين دونه إلى ما أركيسا غزوات كيسا إلى وفاة كيسا وحنو أركي دونا إنا كشكين دونا دد بغن أو نبي عليه الصلاة والسلام نسر دي سوتاقنا دد يو قاركو الدرجة وحي قارن إلهي إنو صو سلامه دد يو قاركو الدرجة وحي سو قارن إلهي سبحانه وتعالى آية القرآن كسو دجيو إلى يوم الدين لأخرناي لما أنه حاركيسا شرف كاس يعز كاس يكرام داس إلا وهلي إن أي دينك إلهي علاقة لهايين نصردي سأتاجناين نبي جرب تاجناين أدي بتوذين أعرف هذا بقدري إيك إيجيسن كرا ولكن بالمناسبة أنت تاريخ إنه سعند دون إنه أركي دونه إمثال العقل هاي إمثال مدح هاي إمثال أقاسية هاي أن تاريخ دون حسين إلهين هاي القرآن كسر دجين لأن دينك إلهي علاقة لميلين مرك الشرف كقفك يعز جيسي كرامتي سوحك كجرها يا بقدر دينك إلهي سبحانه وتعالى نصردي سأتاجني هاي وهيلن تدو تاغن يحي حق شقين تدو تاغن يحي دبرن تدو تاغن يحي برشه تدو تاغن يحي كدقن تدو تاغن يحي برشتيري فافن تدو تاغن يحي الله نغا يلا الله نغا ميد يلو اقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد.